يا جماعه يظهر لي البارح وتبيع شفنا سخانه كبيره وصلت يعني اليوم زاد سخانه، ومن المنتظر حسب بعض المعطيات اللي باش نشهدوا تقلبات جويه. معنا بالتليفون الاستاذ عامر بحبه، استاذ مبرز في الجغرافيا وخبير في الطقس، اللي باش يعطينا بعض المعلومات. تعرفوا قداش الناس الكل وكل انسان اول حاجه تهمه هي الطقس، كيفاش يعدل حياته. استاذ مساء النور. مرحبا يا عسلامة أستاذة مريم، مرحبا بالسادة المستمعين والسادة المتابعين على تلفزيون تي في. شكرا لك، وانت زادة عندك برشا متابعين على الصفحة متاعك أستاذ، واللي تعطينا أول بول يعني الطقس وحوال الطقس، ولو كان هنالك يعني بعض التقلبات. هل سنشهد تقلبات جوية غدوة وبعد غدوة أستاذ؟ هو في الحقيقة التقلبات أستاذة مريم بدأت منذ بعض الساعات القليلة عشية اليوم، بدأت من ولايات القصرين، ولاية قبصة، ولاية توزر، ثم أمطار غزيرة نزلت منذ قليل. كنت نشرت حتى عدة صور وعدة فيديوهات على صفحة المركز التونسي للطقس والمناخ. ثم أودية جرت في ولاية قبصة، في ولاية القصرين، ثم حتى تبروري زاد نزل. تبروري الحمد لله من الحجم الصغير، والسحب الممطرة، كتلة السحب الممطرة التي دخلت من الحدود الجزائرية عبر القصرين كما قلت وقفصة وتوزر الآن تتجه شرقا، ومن المتوقع كونه السحب الممطرة مازالت باش تتواصل الفعالية نتاعها الساعات القادمة الليلة وحتى زاد غدا إن شاء الله. أغلب المناطق التونسية معنية الوسطى والشمالية، كما قلت الآن المناطق الغربية، ولكن إن شاء الله الساعات القادمة والليلة ويوم غد المناطق الوسطى والشماليه والشرقيه ان شاء الله باش تكون معنيه. بالنسبه للكميات، الكميات ممكن باش تكون يعني اكبر خاصه في المناطق الغربيه يعني الوسطى، معناتها ولايه القصرين، زاده ممكن سليانه، حتى زاده ممكن ولايه الكاف، ولايه قفصه زاده نزلت فيها كميات من الامطار كما ذكرت. ثم بقيه مناطق يعني معناتها جهه الساحل، جهه صفاقس، ولايه نابل، العاصمه، زهوان، شمال غرب تونس، زاده معنيه ان شاء الله الساعات القادمه خاصه الليله ويوم غد. الكميات عموما ان شاء الله باش تكون ممكن من 1 حتى 30 ملم، وفي بعض المحطات ان شاء الله ربما تتجاوز الكميات 30 و40 وربما تصل حتى 50 ملم كما قلت. هذه مجموعة نجم نقولوا 48 ساعه القادمه، خاطر الامطار معناتها باش تنزل، معناتها قاعده تنزل توا كما ذكرت، وباش تنزل ليله وغدوه، وحتى زاد ممكن يوم الخميس بقايا امطار قبل اتجاه المنخفض شرقا. التبروري معناتها باش ترافقها يعني الحراره، يعني البرد وين، وباش ترافقها يعني الامطار هذه، تغيير الطقس والدنيا باش تبرد يعني استاذ. هو كنا سجلنا يوم امس حراره مرتفعه جدا، مع سجلنا تقريبا 37 درجه او 36 درجه و35 درجه في عده مناطق تونسيه، بما في ذلك حتى شمال غرب تونس في ولايات باجة وجندوبه والكاف، جنوب تونس كيف في توزر والبلي 37 درجه. اليوم الحراره قلت في بعض الدرجات ولكن ما زالت مرتفعه نسبيا ان شاء الله، مع الاضطراب المنخفض اكثر مع الساعات القادمه والليله وخاصه يوم غد، يعني مش تولي فما كتل من الهواء البارد من شمال تونس، من البحر المتوسط الى شمال تونس ثم الى بقيه المناطق التونسيه. ان شاء الله الحراره باش تنزل، ويوم غد نسمو نقولوا اجواء شبه شتويه الى شبه ربيعيه، معناتها ما عندناش حراره كبيره. عموما الحراره في المرتفعات الغربيه باش تنزل حتى تحت ال 15 درجه يوم غد. شوفوا كنا في ال 35 درجه و 37 درجه، باش تنزل تحت ال 15 درجه. وعموما في المناطق الاخرى التونسيه عموما درجة الحرارة ممكن أقل من 20 أو أكثر من 20 درجة بقليل في أغلب المناطق التونسية. أستاذ التبروري وين جاي بالضبط، أو البرد بالعربية وين يعني فين جاها بالضبط؟ الحمد لله هو اللي نزل التبروري مش حجر، معناتها في ولاية القصرين وفي ولاية قفصة التبروري نزل. كنت نشرت بعض الصور. أي أنا قاعدين نشوفوا فيهم دايوغ الصور من الصفحة نتاعك، احنا خذيناهم أستاذ. ولكن استاذه مريم التبروري مازال متوقع مع الليله ويوم غد، وان شاء الله ما يكونش من الحجم الكبير، ان شاء الله يكون من الحجم الصغير باش ما تكونش فما اضرار
خاصة على في قطاع الفلاح إن شاء الله. هذه غير يعني في التوقيت هذه وإحنا في دخلنا في الربيع أستاذ، يعني مش عادي يعني مشينا من البرد بعد سخانة يمكن فاتت المعدلات العادية ورجعنا للبرد يعني نزول انخفاض درجات الحرارة. هي فترة انتقالية آخر الربيع وقابل نقرب من فصل الصيف، يعني عادي باش تكون فما فترات باردة وفترات سخونة. في هذه الفترة كنا سجلنا كما ذكرت يوم أمس معناتها كانت حرارة مرتفعة، زاد منذ أيام منذ أسبوع أو 10 أيام زاد كنا سجلنا منخفض آخر تذكروه، وقتها فما حتى أودية جرت في شمال تونس وفي وسط تونس وفما حتى تبروري فما حتى الدنيا بردت. اليوم كيف معناتها خاصة غدوة معناتها الحرارة باش تنخفض، ولكن إن شاء الله ممكن بعد نهارين ثلاثة باش تعاود الحرارة باش نرجعوا للاستقرار شيئا فشيئا وباش نرجعوا لارتفاع الحرارة، وهذا عادي راهو في شهر ماي نختلف من فصل الصيف الحرارة باش تقلبات عادية يعني تقلبات عادية. تقلبات عادية وسنتبهها معناتها عملناها زاد في شهر ماي فما شاهدناها السنة اللي قبلها زاد كيف فما منخفض في 2022 في شهر ماي، يعني وضع عادي في شهر ماي ساعات نزيدوا منخفضات وامطار دونك الفلاحه مستانسين بها هذه يا استاذ. بلاي سؤال نختموا مع العميد شبيب. مساء الخير استاذ. مرحبا 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 اهلا بك. لا اللي قاعدين نشاهدوا فيه موش عادي راه قاعدين نشوفوا في قواي، لا قاعدين نشوف في 37 تو ما نشوفوش لا 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 انا نحكي لا كمواطن نشوف في السخانة. السؤال اللي باش نساله لك هام جدا يسالوا فيه التوانسه، ثم معلومات وحكيوا عليها حتى مختصين على انه الصيف باش يكون استثنائي بسخان، شكون صحيحه هذه ولا وانا في اعتقادي الظواهر هذه احنا في قلب الاحتباس الحراري، معني انا كي نشوف شهرين التالي الجنوب كامل كلاه الماء والشمال ما فيهش ماء نلاحظ ثم ظواهر طبيعيه غير عاديه في تونس. تفضل استاذ. باهي سيد العميد معناتها توضيح صغير، في شهر ماي راهو سجلنا سابقا 41 درجه معناتها مش اول مره نسجلوا 37 درجه، شهر ماي راهو ساعات نسجلوا موجات حر حتى في السنوات القليله الماضيه في اخر ماي كنا سجلنا موجات حر مش جديده يعني حتى قبل ما تسجلنا، ولكن عموما قاعدين نعيشوا في تغيرات مناخيه في العشرات الاخيره هذه معناتها واضح ومؤكد. كي نقارنوا درجات الحراره 100 عام التالي وحتى 30 و40 عام التالي بهذه السنوات الاخيره بالطبيعه ثم انحباس حراري ثم تغيرات مناخيه ثم موجات حر ولات اكبر ولات اطول. تتفكروا السنه الماضيه موجه حر في جويليا كانت تاريخيه من اطول موجات الحر في تونس تقريبا 3 اسابيع. كنا سجلنا عشرات الارقام القياسيه بعد في السنه الماضيه. يعني معناتها قاعدين نعيشوا في تغيرات مناخيه هذا مع تأكيد وهذا واضح. يزولي اي نسمعوا فيك ونختموا معاك استاذ. الو اي نسمعوا فيك استاذ بابا نسمعوا فيك. اذا قلت التغيرات المناخيه يعني قاعدين نعيشوا فيها في تونس تقريبا في كل صيف نسجلوا في ارقام قياسيه، في كل صيف نسجلوا موجات حر. بالنسبه للصيف هذه سياده العميد هو ما فماش راهو صيف بارد، معناتها الصيف نتاعنا ديما سخون، ولكن في بعض المرات تكون عندنا موجات حر قليله وقصيره، وفي بعض الاحيان السنوات تكون حاره تكون فما موجات حر طويله، موجات حر فيها برشا ارقام قياسيه، يعني هذا اللي يفرق. السنه الماضيه مثلا كانت ارقام قياسيه كثيره، كانت موجات حر طويله. السنة هذه يعني ما دام فما انحباس حراري فما تغيرات مناخية ما دام يعني الغازات الملوثة ما نقصتش إلى آخره، دونك ما نتصوروش إذا كان باش يكون فما صيف بارد. ممكن ينجم يكون موجات الحر أكثر بالمقارنة مع السنة الماضية مثلا، ولكن ماشي راهو صيف بارد، موجات الحر باش تقعد ديما موجوده وان شاء الله ما تكونش طويله وان شاء الله ما تكونش فما برشا ارقام قياسيه. شكرا لك استاذ عامر بحبة على كل هذه المعلومات. نذكر اللي كان تحبوا اي خبر تمشوا على الصفحه نتاع الاستاذ بحبة اللي اسمها المرصد التونسي للطقس والمناخ، ويظل التوانسه باش يبدلوا غدوه لابسه ايسيا يبداوا متوقعين ولا الليله بديت الامطار.